احنا عادة كل سنة بيصير عندنا فعاليات باشتراك مع شركة كوكاكولا بتدعم المدارس اللي بيكون عندها فرق كرة قدم. خماسي كرة القدم دائما بيكون بأكثر من مدرسة، لكن السنة كان مقتصر على مدرستين، يمكن لأسباب وظروف انه مش كل الطالبات بيرغبوا في ممارسة اللعبة. وانطلاقا من هذا المبدأ حبينا يعني حبت المؤسسة بالشراكة مع التربية والتعليم انهم يدعموا زي هيك فعاليات حتى يشجعوا الطالبات على ممارسة كرة القدم أكثر.